بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في الحلقة 18 من مقرر إدارة المشتريات والمخازن. ابتدينا في الحلقة السابقة من إدارة التخزين وتناولنا 4 نقاط في هذه الحلقة السابقة. الأولى النقطة الأولى كانت تتعلق بطبيعة وتعريف وظيفة التخزين، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أهداف واختصاصات وظيفة التخزين، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الجزئية الخاصة بأنواع المستودعات المختلفة أو أنواع المخازن المختلفة، وختمنا الحلقة السابقة أيضا بالجزئية المتعلقة بأهمية وظيفة التخزين، حيث تناولنا فيها 7 وظائف أو 7 أهميات أساسية لوظيفة التخزين. بمشيئة الله سنكمل الجوانب المتعلقة بوظيفة التخزين، حيث نبدأ في هذه الحلقة كما أمامنا على الشاشة من خامسا الأنواع الوظيفية للمخزون. الحقيقة لدينا أنواع مختلفة من المخزون، لكل منها يخدم وظيفة أو جزئية معينة. فمثلا المخزون الدوري أو كما يطلق عليه سايكل ستوب، أي المخزون الذي يتم الاحتفاظ به للوفاء بطلبات واستخدامات مؤكدة من حيث الكمية ومدة التوريد. يبقى إذن مخزون دوري، أي معروف الكمية ومعروف مدة التوريد، ولذلك يطلق عليه دوريا، أي كل فترة زمنية محددة ويكاد يكون بكميات معروفة ومحددة سلفا. النوع الوظيفي الثاني للمخزون هو مخزون تحت التشغيل، والمخزون تحت التشغيل هو الذي يتم الاحتفاظ به ما بين مرحلة إنتاجية وأخرى، وبالتالي يتم الاحتفاظ به بسبب الوقت اللازم لتصنيع السلع أو وجود السلع في مرحلة انتقالية، أي لكي نحدث عملية التوازن ما بين المراحل الإنتاجية المختلفة. النوع الثالث من المخزون هو ما يطلق عليه المخزون الراكد (dead stock)، وهو المخزون اللي بالنسبة للمنشأة مش قادر تصرفه أو أصبح قليل القيمة أو ليس له قيمة، وبالتالي ليس له عائد، وبالتالي تسعى المنظمة لبيعه لجهات أخرى قد تستفيد من هذا المخزون، أو حتى إذا لم تستطع بيعه كأضعف الإيمان ستضطر إلى التخلص منه بأسلوب مناسب، لأنه يمثل عبء عليها من حيث وجوده في المخزن أو المستودع، يأخذ مساحة، يأخذ جهد، ربما يتلف بعض الأصناف الأخرى، في نهاية الأمر يمثل عبء على المنظمة، وبالتالي هي تريد التخلص منه إما بسعر منخفض أو التخلص منه حتى بدون سعر خالص أو بدون عائد على الإطلاق، ولكن بشكل مناسب. النوع الرابع من المخزون هو مخزون الأمان أو السيفتي ستوك، أو كما يطلق عليه مخزون الطوارئ، أو كما يطلق عليه أحيانا الحد الأدنى من المخزون، وهو المخزون الذي يتم الاحتفاظ به للحماية من أي تغيرات قد تطرأ على معدلات الطلب أو مدد التوريد أو كلاهما، وبالتالي ضمان عدم حدوث نفاد للمخزون. يبقى مخزون الأمان، وده طبعا من المخزونات المهمة جدا، وإن شاء الله هناخد كيف يتم حساب كمية مخزون الأمان في بعض الأساليب الكمية في جزء لاحق بمشيئة الله تعالى. إذا مخزون الأمان يمثل بالنسبة لنا الحماية ضد التغيرات في معدلات الطلب أو مدد التوريد، أو المورد تأخر في التوريد، أو الكمية كانت أقل مما يجب، وبالتالي نضمن عدم حدوث نفاد للمخزون. النوع الخامس هو المخزون الموسمي أو seasonal stock، أي المخزون الذي يتم تجميعه والاحتفاظ به مقدما قبل بدء الموسم المتوقع الطلب فيه على هذا المخزون. ليه؟ لأن ربما يحدث أن بعض الأصناف بتنتج في فترة زمنية معينة، وبالتالي أنا مضطر أن أنا أشتري في هذه الفترة الزمنية ثم أخزن هذا المخزون الموسمي، لأن بيتم الطلب عليه في فترات لاحقة، وبالتالي بخزنه في فترة الموسم على أن يطلب على فترات لاحقة من قبل المنظمات أو العملاء الآخرين. النوع السادس من المخزون هو ما يطلق عليه مخزون الترويج أو البروموشن ستوك، أي المخزون الذي يتم الاحتفاظ به للاستجابة السريعة لعملية الترويج في التسويق، أو صفقة لتخفيض سعر المنتج لتشجيع العميل على شراء المنتج.
احيانا زي التلفزيونات وزي الملابس وغيرها، احيانا بيبقى في نوع من البروموشن او السيل او الاوكازيونات او التخفيضات، وبالتالي انا بيبقى عندي نوع من المخزون بحتفظ بيه بغرض الجانب الترويجي او بغرض صفقة مخفض فيها السعر لتشجيع العميل على شراء المنتجات وغيرها، ده يطلق عليه مخزون الترويج. النوع السابع والاخير هو مخزون التوقعات او speculative stock، اي المخزون الذي يتم الاحتفاظ به لاحتمال حدوث ارتفاع في الاسعار او حدوث ظروف غير متوقعة لتوفير نوع ما من السلع او المواد، واحيانا يمكن ان يطلقوا عليه مخزون المضاربة. يبقى انا لو متوقع ان السعر هيرتفع وعايز اضارب ربما، او ان انا السعر هيرتفع وعايز اشتري بسعر منخفض فربما اشتريه من الان، ولذلك يطلق عليه مخزون التوقعات نظرا لتوقع ارتفاع الاسعار او توقع حدوث ظروف غير متوقعة فيما يتعلق بهذه الاصناف وهذه السلع. ننتقل اعزائي الطلبة والطالبات بعد ذلك الى سادسا، ماذا يحدث لو اهملت الادارة التخطيط الجيد لوظيفة التخزين؟ يعني ما هي الجوانب او ما هي الاثار التي قد تترتب على عدم التخطيط الجيد لوظيفة التخزين؟ الحقيقة سنجد هناك العديد والعديد من الاثار السلبية المترتبة على عدم التخطيط الجيد لوظيفة التخزين. لعل من بينها رقم واحد، لابد أن نشير بداية إلى أن هناك أربع مراحل لعملية التخطيط قبل أن نأخذ الآثار المترتبة على ذلك. المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد للمخزون، وفيها يتم التنبؤ وتحديد الاحتياجات وأيضا تحديد الإمكانات المتاحة وغيرها. المرحلة الثانية هي مرحلة الحصول على المخزون، وفيها يتم الشراء بعد تحديد المصدر والسعر والكمية والتوقيت المناسب كما أشرنا من قبل والجودة المناسبة أيضا. يبقى هنا المرحلة الأولى مرحلة الإعداد، ثم المرحلة الثانية مرحلة الحصول على المخزون أو على الأصناف. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاحتفاظ بالمخزون والتخطيط المناسب له وإعداد المساحات والفراغات وتقسيمها وتوزيعها ما بين الأصناف المختلفة وتدبير وسائل النقل والمناولة الداخلية وغيرها. المرحلة الرابعة هي مرحلة تداول المخزون، وهي التي يتم فيها عملية الاستلام والصرف من وإلى المستودعات. عملية تداول المخزون هي المرحلة الأخيرة من مراحل التخطيط للمخزون، حيث يتم فيها الاستلام والصرف من وإلى المستودعات. فإذا حدث وأهملت الإدارة التخطيط لأي مرحلة من هذه المراحل الأربعة، فغالبا سوف تتعرض المنظمة للعديد من الآثار السلبية. لعل من بينها كما أشرنا رقم واحد، زيادة معدلات العجز والفقد والسرقة نتيجة لعدم إحكام الرقابة المخزنية. زيادة معدلات العجز والفقد والسرقة نتيجة لعدم إحكام الرقابة المخزنية. رقم اثنين، الخسائر المترتبة على التلف الناشئ عن سوء التخزين. رقم ثلاثة، تعطيل رأس المال المستثمر في المخزون نتيجة التخزين بكميات أكبر من اللازم أو أكثر من اللازم. رقم أربعة، توقف أو تعطل الإنتاج نتيجة لتخزين كميات أقل مما يجب. رقم خمسة، الخسائر الناجمة عن تقادم بعض الأصناف وعدم صلاحيتها للاستعمال نتيجة لسوء تخزينها. رقم ستة، فشل الإدارة في اقتناس الفرص التسويقية المتاحة. دي كانت أهم الآثار السلبية المترتبة على عدم التخطيط الجيد للتخزين أو للمخزون أو لوظيفة المخازن. سننتقل إلى جزئية أخرى الآن تتعلق بالتنظيم الإداري للمستودعات. التنظيم الإداري للمستودعات. النقطة الأولى في التنظيم الإداري هي مفهوم التنظيم الإداري للمستودعات. وربما بشكل عام التنظيم بشكل عام كما تم الإشارة إليه ودرسته في مقرر إدارة مبادئ إدارة الأعمال، التنظيم هو أحدى الوظائف المتعلقة ب الإدارة. لدينا أربع وظائف أساسية في الإدارة كما تم دراسته، هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. فلو قلنا التنظيم بشكل عام
بعيدا عن المخازن وبعيدا عن أي شيء معناه أن يتم ترتيب ووضع كل شخص وكل شيء في مكانه المناسب. يبقى إذن التنظيم هو ترتيب ووضع كل شيء وكل شخص في مكانه المناسب. وبالتالي عندما نتكلم عن وظيفة أو جزئية التنظيم في المستودعات فنحن نركز على إلى أي مدى يتم ترتيب الأصناف والأجزاء والمواد وغيرها المخزونة داخل المستودعات والمخازن المختلفة. إضافة طبعا بشكل طبيعي يجب أن يراعى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فيما يتعلق بوظيفة التخزين، بمعنى أن نعين الأفراد المؤهلين بشكل جيد وتتناسب خبراتهم ومؤهلاتهم مع الوظائف المعنية أو المختصة بعملية التخزين. مش نحط أو نضع أي فرد في أي وظيفة ونطاط القصة، لا، يجب أن نراعي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فيما يتعلق بالوظائف المختلفة داخل المخزن أو المستودعات. إذن كما نرى أمامنا على الشاشة سنجد أن التنظيم الإداري للمستودعات، النقطة الأولى فيه مفهوم التنظيم الإداري للمستودعات. والتنظيم في مجال المستودعات هو وظيفة إدارية تستهدف تحديد أمور ثلاث، وهي طبيعة المهام أو الأعمال التي تقوم بها المستودعات، طبيعة علاقة المستودعات بالإدارات الأخرى في المنظمة، النقطة الثالثة يا ترى تبعية المستودعات تبقى لمين من الإدارات الأخرى في المنظمة. يبقى التنظيم سيركز على ثلاث عناصر أساسية: طبيعة المهام والأعمال التي تقوم بها المستودعات، طبيعة علاقة المستودعات بالإدارات الأخرى، ثم تبعية المستودعات تنظيميا. ويمكن تناول هذه العناصر الثلاث على النحو التالي: فيما يتعلق بالجزئية الأولى وهي طبيعة المهام أو الأعمال التي تقوم بها المستودعات، أشرنا من قبل إلى أن احنا عندنا أربع اختصاصات أساسية للمستودعات، قلنا سنتناول هذه العناصر مرة أخرى بشيء من التفصيل البسيط. هنا سنقول أن المهام التي تختص بها إدارة المخازن أو وظيفة التخزين سيتم تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين. المجموعة الأولى نطلق عليها مجموعة الأعمال المخزنية البحتة، مجموعة الأعمال المخزنية البحتة، وهي استلام الأصناف كما أشرنا، ثم تخزينها والحفاظ عليها بشكل جيد طوال فترة التخزين، ثم صرف الأصناف للجهات الطالبة، ثم تحديد الحدود المخزنية من كل صنف. والمقصود بالحدود المخزنية ثلاث نقاط، هي الحد الأدنى للمخزون ونقطة إعادة الطلب والحد الأقصى للمخزون من كل صنف. يبقى تحديد الحد الأدنى ونقطة إعادة الطلب والحد الأقصى للمخزون من كل صنف من الأصناف داخل المستودع أو داخل المخزن. أيضا من ضمن الأعمال المخزنية البحتة المناولة والنقل الداخلي، كذلك متابعة الأصناف ما بين أصناف راكدة أو بطيئة الحركة وأصناف سريعة الحركة وأصناف متوسطة الحركة، ما بين أصناف سريعة التلف وما بين أصناف لا تتلف بفترة تخزينها، وإجراء الدراسات اللازمة لذلك. دي كانت المجموعة الأولى. المجموعة الثانية من الأعمال والمهام المرتبطة بوظيفة التخزين هي ما يطلق عليها الأعمال المخزنية الحسابية والمكتبية، وبالتالي فيها نوع من التسجيل أو فيها نوع من الحسابات وما شابه ذلك. وبالتالي من ضمن هذه المجموعة الثانية سجلات المستودعات، بمعنى حفظ السجلات والتسجيل فيها المتعلقة بما يرد إلى المخزن وما يخرج إلى المخزن وما يرد إلى المخزن وما يخرج من المخزن أو المستودع. أيضا ما يطلق عليها بطاقات الصنف، وبطاقات الصنف بيوجد لكل صنف داخل المخزن بطاقة معينة يطلق عليها بطاقة الصنف، له رقم معين وله كود معين، وله يسجل في هذه البطاقة كل ما يرد إلى الصنف وكل ما يتم صرفه من هذا الصنف. أيضا من ضمن الجوانب الحسابية والمكتبية للأعمال المخزنية الجرد المخزني، والجرد سنتناوله بالتفصيل فيما بعد، بمعنى ان احنا بنحصر الاصناف الموجودة في المستودع او في المخزن، وقد يكون
سنويا وقد يكون دوريا وقد يكون فجائيا وغيره، سيتم تناول الجرد المخزني بأنواعه بالتفصيل فيما بعد. أيضا من ضمن الأعمال المخزنية الحسابية والمكتبية مراجعة المستندات أولا بأول وتسجيلها حتى نعرف ما يدخل وما يخرج من المستودع أو المخزن. النقطة الثانية في التنظيم كما أشرنا من قبل هي طبيعة العلاقة المستودعات بالإدارات الأخرى في المنظمة، وفي حقيقة الأمر يجب أن تكون العلاقة وطيدة ووثيقة ما بين إدارة المخازن أو المستودعات وباقي الإدارات الأخرى في المنظمة، وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن إدارة المخازن أو المستودعات هي من الإدارات والأنشطة الخدمية، أي التي تخدم الإدارات والأقسام الأخرى في المنظمة، وبالتالي يجب أن تتسم هذه العلاقة بالوثاقة وأن تكون وطيدة وأن تتسم بالتكامل والتفاعل ما بينها وبين الإدارات الأخرى في المنظمة. فمثلا على سبيل المثال العلاقة ما بين إدارة المشتريات وإدارة المخازن علاقة وطيدة جدا. ليه؟ لأن إدارة المشتريات لا تقوم بالشراء بغرض الشراء في حد ذاته، أو أن الشراء ليس هدفا في حد ذاته، وإنما يتم الشراء بغرض التخزين وتلبية احتياجات الجهات الطالبة. إذن لابد أن يكون هناك تبادل للبيانات والمعلومات ما بين إدارة المخازن ومراقبة المخزون وإدارة الشراء من ناحية أخرى. ليه؟ لأن إدارة الشراء لابد أن تمد إدارة المخازن على سبيل المثال بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبيات التي ترد وتوقيتاتها وكميتها وغيرها، أيضا ربما تمدها ببعض البيانات والمعلومات عن بعض الظروف الخاصة التي يجب أن تتوافر في المستودع أو المخزن للتعامل مع بعض الأصناف الخاصة. كذلك يجب أن تقوم إدارة المخازن ومراقبة المخزون بإمداد إدارة المشتريات بالأصناف التي وصلت إلى نقطة إعادة الطلب، أيضا بالأصناف التي تكون بطيئة الحركة في المخازن وبالتالي الطلب عليها قليل لتأخذ ذلك إدارة المشتريات في اعتبارها فلا تطلب بكميات كبيرة، أيضا لابد أن يكون هناك تنسيق كامل بينهما كما أشرت من قبل. ده فيما يتعلق بالعلاقة ما بين إدارة المخازن وإدارة ومراقبة المخزون من ناحية وإدارة المشتريات من ناحية أخرى. أيضا لابد أن تكون العلاقة جيدة ووطيدة ووثيقة ما بين إدارة الإنتاج من ناحية وإدارة المخازن من ناحية أخرى. ليه؟ لأن لو احنا في شركة صناعية أو إنتاجية نحن نخزن بشكل أساسي لكي نقدم احتياجات إدارة الإنتاج حتى لا تتوقف الآلات والمعدات عن العمل، ومن ثم يجب أن تمد إدارة الإنتاج إدارة المخازن بخطط الإنتاج المختلفة خلال الفترات الزمنية القادمة، بمعنى في الأسبوع الأول أو القادم لدينا إنتاجية كذا بكمية كذا، في الأسبوع التالي لدينا كميات كذا إنتاجية مطلوبة، في الأسبوع الثالث والرابع وهكذا، الشهر الأول والثاني والثالث والرابع. إذن لابد أن تمد إدارة الإنتاج إدارة المخازن بخططها الإنتاجية حتى تكون إدارة المخازن على دراية وعلم بها، فتقوم بتجهيز الأصناف والمواد الخام في المستودع أو المخزن عند طلبها من إدارة الإنتاج للعمليات الإنتاجية المختلفة. طيب إذا كنا في منشأة تجارية، أي تشتري بغرض إعادة البيع أو الإنتاج تم الصنع، في هذه الحالة لابد أن تكون هناك علاقة وثيقة ما بين إدارة المبيعات من ناحية وإدارة المخازن أو المستودعات من ناحية أخرى، حتى تقوم إدارة المبيعات بإمداد المخازن بخططها البيعية والتعاقدية خلال الفترات الزمنية القادمة، حتى تكون إدارة المخازن على علم بذلك وتجهز هذه الكميات لتلبي احتياجات المبيعات واحتياجات السوق ولا تتعرض المنشأة لعقوبات نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها أو بتعاقداتها تجاه الجهات الطالبة المتعاقدة معها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين إدارة المخازن والإدارة المالية، لابد أن يكون هناك علاقة بينهما، حيث تقوم إدارة المخازن والمستودعات بإمداد إدارة الإدارة المالية بكل الجوانب المتعلقة بالكميات التي ترد والتي تم استلامها حتى تشرع إدارة المالية
في صرف مستحقات المورد وما شابه ذلك بالتنسيق مع إدارة المشتريات. هذه بعض الأمثلة لطبيعة العلاقة وأهمية العلاقة ما بين إدارة المستودعات والمخازن وباقي الإدارات الأخرى في المنظمة. كما أشرت يجب أن تتم هذه العلاقة في ضوء التنسيق، في ضوء التكامل الكبير، في ضوء الشفافية، في ضوء تبادل البيانات والمعلومات بشكل كبير جدا. النقطة الثالثة والأخيرة في جزئية التنظيم هي التي تتعلق بتبعية المستودعات. النقطة الثالثة تتعلق بتبعية المستودعات، والمقصود بتبعية المستودعات أعزائي الطلبة والطالبات، يا ترى إدارة المخازن والمستودعات أو المستودعات تتبع أي إدارة داخل المنظمة؟ يا ترى تتبع إدارة الإنتاج على اعتبار أن احنا منشأة صناعية وبالتالي درجة العلاقة ما بينها علاقة وطيدة، ولا تتبع إدارة المبيعات إذا كنا منشأة تجارية وبالتالي العلاقة ما بين المخازن والمبيعات يجب أن تكون علاقة وثيقة، ولا تتبع إدارة الشراء على اعتبار أن الشراء يتم ثم يتم بعده عملية التخزين مباشرة، ولا نجعل إدارة المخازن أو المستودعات إدارة مستقلة داخل المنظمة؟ حقيقة لدينا العديد من البدائل في هذه الجزئية، ولكن في نهاية الأمر لا نستطيع أن نحدد أي هذه البدائل هو البديل الأفضل على إطلاقه. بمعنى قد يكون من الأفضل لشركة من الشركات أن تكون إدارة المخازن والمستودعات تابعة لإدارة الإنتاج، وقد تكون أو يكون من الأفضل لمنشأة أخرى أن تكون إدارة المخازن أو المستودعات تابعة لإدارة المبيعات أو التسويق، وقد تكون الأفضل أن تتبع إدارة المخازن إدارة الشراء، وقد يكون من الأفضل أن تكون إدارة المخازن أو المستودعات إدارة مستقلة. في نهاية الأمر الذي يحدد ذلك هو طبيعة المنظمة، طبيعة نشاط المنظمة، طبيعة العلاقة ما بين إدارة المخازن والمستودعات وباقي الإدارات الأخرى داخل المنظمة. عند هذه النقطة نكون انتهينا أعزائي الطلبة والطالبات من الجزئية المتعلقة بتبعية إدارة المخازن والمستودعات، وأيضا الجزئية المتعلقة بمفهوم التنظيم. في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى سنتناول جزء مهم جدا وهو مركزية ولا مركزية التخزين. نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.